أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: يوم الجمعة الذي خصه الله للمسلمين، هل يعتبر آخر أيام الأسبوع أم أنه أول أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع، الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض السبعة، الأيام السبعة آخرها يوم الجمعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.